إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده بقى الفيديو معاكم، النهارده هنعمل حليب المحلى المكثف. الحليب المحلى المكثف ده بنشتريه بره بيبقى غالي جدا. انا هعمله معاكم في البيت النهارده بمكونين اتنين بس في البيت، وهيبقى جميل جدا ان شاء الله، احسن من الجاهز كمان. انا معايا دوت نص لتر حليب، ودي 200 مللي سكر، كوبايه سكر كبير 200 مللي. وهنحطهم بقى ايه، هنشوف هنشتغل ازاي. معانا بس زر فانيليا واحد بس. هنضيف السكر للبن ونعلق عليه. اللبن دوت كامل الدسم، ما هوش خالي الدسم، يعني من ساعه ما جبته من عند اللبن هو ايه مغلي زي ما هو كده، ما شلتش منه اي حاجه. نخلي الفانيليا بقى في الاخر، هندوب السكر في اللبن كده ان شاء الله ربنا تقبل الفانيليا. وانتهتنا معاه على طول كده، لازم ايه ما نشيلش ايدينا منه عشان ما يشيلش ولا يحصل له اي حاجه، لان كمية السكر كتير فممكن يشيل. هو بياخد وقت على الولعة كده، بس ان شاء الله هيبقى جميل جدا ان شاء الله بإذن الله. اللبن بدأ يغلي اهوت، هوطيله بقى، هوطيله خالص، وايدي فيه بقى ما تسيبهوش خالص كده، ايدي ما تشيلش منه خالص ان شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة روعة يعني. دي بقى تتقلب فيه كده لحد ما يتقل، هرجع اوريكم يبقى شكله ازاي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحليب المكثف معانا بدأ يتقل اهوت، بدأ يتقل وبقى اصفر ازاي، بس لسه برضو المرحلة اللي هي النهائية لسه برضو ما لسه مولعش. انا بقالي كده هيجي ربع ساعة بقلب فيه. دلوقتي بقى هضيف له الفانيليا، والفانيليا دي برضو اختياري، بس هي تديله ريحة حلوة وطعم حلو. برضو هضيف له ايه ربع ملعقة ملح، ربع ملعقة بس. زلة الملح دي بتعدل مع الحلويات كتير جدا، بتخلي الطعم يتعدل، يبقى جميل جدا ما شاء الله. حتى في الكيكه في اي حاجه بنعملها لازم نحط زلة ملح كده في اي حاجه، دي بتعدل جدا، بتعمل تعادل في الطعم، بتبقى جميل قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بدا يتقل معانا اهوت، بس لسه برضو عايز اسيبه شويه، لسه هسيبه شويه كمان. قلت بس كل مرحله كده اعملها لازم اوريها لكم. حطيت الفانيليا وحطيت زيت ملح، واسيبه برده ايه قد 10 دقايق او ربع ساعه برده، وهرجع برده اكمل معاكم واشوف النتيجه النهائيه هتبقى عامله ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا. بدأ لونه يصفر اهو زي اللي بنجيبه من بره برده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب برده ما يخلص هرجع اوريه لكم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحليب بقى عامل ازاي، الحليب المكثف معانا بقى روعه جدا ما شاء الله، بقى عسل جدا. ودي كمان عشان لسه سخن فهتحس ان هو لسه سايب، بس لما يبرد ده هيبقى مكثف، هيبقى تقيل وجميل جدا ما شاء الله، جميل جدا. الله اكبر. خلاص كده السمك بتاعه كده كويس، كده الكثافة كويسة، هسيبه بقى يبرد واوريهولكوا برضه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الحليب المكثف بتاعنا بيرد بقى جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. من نص كيلو لبن وكوباية سكر عملنا حليب مكثف روعة 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 ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هصبه بقى قدامكم كده واشوف الكثافة بتاعته تقيلة جميل جدا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر، حاجة روعة روعة روعة، مفيش احسن من كده طبعا يعني. حاجة جميلة جدا، الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة روعة روعة روعة، حاجة روعة جدا ما شاء الله، حاجة عسل جدا.
ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.